مرحبا بكم. مواصلة مشاريع البنية التحتية الكبرى هي إحدى أولويات مشروع قانون المالية 2021. المذكرة التقديمية للمشروع ذكرت بالتزام الحكومة بتبني مقاربة للحفاظ على الجهد المبذول من حيث الاستثمار في البنى التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل. حسب المذكرة التقديمية فالمغرب كيتوفر حاليا على 145 سد كبير بسعة إجمالية كتزيد على 18 مليار متر مكعب، و 130 سد صغير كيساهم في دعم ومواكبة التنمية المحلية. من المرتقب تشهد سنة 2020 انتهاء أشغال بناء ثلاث سدود كبرى هي وغادي تتم مواصلة بناء 11 سد كبير، وكيتعلق الأمر بالسدود التالية: شهدت سنة 2020 أيضا برمجة أشغال بناء ثلاث سدود وأشغال تعلية زوج ديال السدود. ومن المتوقع تعرف سنة 2021 في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي إطلاق بناء خمس سدود كبرى بجهات مراكش أسفي، الضلبيضة سطات، بني ملال خنيفرة، سوس مسا والجهة الشرقية.